السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا لمبة مكثف بتاعها ضارب، فهنصلحها بأسهل الطرق عن طريق لمبة تانية شبانة بتاعتها محروقة. فهنتعلم نصلحها زي ما احنا شايفين، بدل ما نرمي اللمبة. طبعا الشبانة كلها شغالة كويسة، اللمبة التانية اللي معانا شبانات محروقة، فهنستعين بالمكثف اللي فيها، او ممكن نشتري المكثف، هو مش غالي، 8 و3 4 جنيه. طبعا هو عليه ارقام، هنحاول دوت مكثف شاريينه نحاول نجيب نفس الرقم اللي طالع منها. طبعا بالكاوية، عن طريق الكاوية هنخلع المكثفات. هركب المكثف في اي اتجاه هيركب معانا، نلحمه. طبعا ركبنا المكثف، طبعا احنا صلحنا اللمبة مكان لمبة تانية، مخسرناش حاجة. نيجي نجرب اللمبة، طبعا شغالة معانا كويس الحمد لله. زي ما احنا شايفين نورها كويس واشتغلت معانا تمام. لا تنسوا الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.